بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الشرط الآخر الذي يعد من شروط الوجوب والتكليف وأيضا من شروط الصحة بالنسبة إلى الصوم، طبعا هذا يجري بالنسبة إلى سائر التكاليف، ولكن كلامنا بخصوص الصوم. من الشروط العقل، طبعا عندما نبحث العقل هناك مجموعة من المسائل الابتلائية المرتبطة بالعقل لا بد من تناولها، لكن الآن أتكلم عن أصل المطلب، أنه من شروط الوجوب حتى يكون الصوم واجبا على شخص لا بد أن يكون عاقلا، وحتى يقع الصوم منه صحيحا لا بد أن يكون عاقلا. طيب شنو معنى هذا؟ سيأتي. بس أصل المطلب العقل، ما المراد بالعقل هنا؟ لا يراد بالعقل مطلق الإدراك، لأن مطلق الإدراك يمكن أن يتحقق حتى عند الصبي، حتى الصبي غير المميز، مو بعد الصبي المميز، حتى الصبي غير المميز عنده نسبة من الإدراك، عنده نسبة من العقل، ولهذا قد يكون غير مميز لكنه يحفظ القرآن كله، غير مميز طيب لكنه لا يلقي بنفسه في النار، غير مميز إذا ما كان يعرف يسبح ما يلقي بنفسه في بحر أو نهر أو عين أو غير ذلك، مع أنه غير مميز. طيب ليش؟ لأن عنده قدرة من الطاقة العقلية. العقل اللي يعتبر شرط من شروط الوجوب وشروط الصحة ليس مطلق الإدراك، لا، وإنما هو العقل، يعني القدرة العقلية المقارنة للبلوغ، قدرة العقلية المقارنة للبلوغ. ولهذا يمكن أن واحد يدمج بين الشرطين، شرط البلوغ وشرط العقل، يمكن الدمج بينهم يصير شرط واحد بس، وهو عقل البالغ، عقل البالغ أو البالغ العاقل، الشكل يمكن الدمج بينهما، يمكن الدمج بينهما من أي جهة؟ من جهة أن المراد بالعقل العقل المقارن للبلوغ وليس العقل السابق للبلوغ، وإلا إذا كان المراد مطلق العقل قطعا المميز على أقل تقدير يكون مكلفا، لأن المميز عنده طاقة عقلية جيدة، هذا فضلا عن أنه حتى غير المميز أصلا عندهم طاقة نسبية أيضا. فالمراد بالعقل العقل المقارن للبلوغ. ما هو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على أن العقل شرط من شروط الوجوب وشرط من شروط الصحة، وفقط شرط من شروط الوجوب، شرط من شروط الصحة، زين، بحيث لو إنسان زين ما عنده قدرة عقلية سواء قبل البلوغ أو بعد البلوغ، حتى بعد البلوغ بس ما عنده قدرة عقلية لأسباب معينة، هذا لو صام نيابة عن شخص صوم قضاء مثلا، هل يقع الصوم صحيحا؟ يقولون أنه لا يقع صحيحا. ليش؟ لأن مو فقط من شروط الوجوب بل من شروط الصحة أيضا العقل. ولهذا أكو بعض الفقهاء بحثوا شروط الصحة لوحدها وشروط الوجوب لوحدها، لما بحثوا شروط الوجوب قالوا العقل، لما بحثوا شروط الصحة قالوا العقل أيضا، ذكروه هناك وذكروه هنا، بعضهم دمج بين البحثين. ما هو الدليل على ذلك؟ أولا الآيات الكثيرة الواردة في قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، هذه الآيات من هو يمكن أن يدركها؟ الإنسان العاقل. الآيات الآيات سخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر وما إلى ذلك من الأمور، طيب من الذي يدرك المعاني المنطوية عليها مثل هذه الأمور التكوينية؟ الإنسان اللي عنده قدرة عقلية، اللي ما عنده قدرة عقلية ما يكون
قادر على الإدراك. فإذا لم يدرك الأمور التكوينية كيف يمكن أن يدرك الأمور التشريعية؟ الإدراك الأمور التكوينية يحتاج إلى عقل، فكيف بالأمور التشريعية؟ طبعا تحتاج إلى عقل. هذا واحد. اثنين، عندنا روايات كثيرة بيّنت أهمية العقل. شوفوا لاحظوا وأثر العقل في المقام مثلا، وهي روايات صحيحة. مثلا نشوف الرواية وهي صحيحة محمد بن مسلم. الرواية تقول هكذا عن الإمام الباقر سلام الله عليه: لما خلق الله العقل استنطق. الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل زين استنطق، يعني كلمه وطلب من عنده يجاوب. يعني أي واحد فينا إحنا عنده طاقة عقلية، ترى الله سبحانه وتعالى خاطب هذا العقل اللي موجود عندنا يوم من الأيام. الله كلمه أول ما خلق عقولنا، إحنا كلمنا ترى الله سبحانه وتعالى وإحنا جاوبنا زين. لما خلق الله العقل استنطق. طبعا هني يمكن واحد يسأل سؤال أنه هل الإنسان خلق في البداية قبل العقل وبعدين خلق له العقل، أو أن العقل خلق في البداية بعدين خلق للعقل جسم، أم أنهما في آن؟ هذا سؤال يمكن أن يأتي يعني، لكن هذا مو محل البحث. ثم قال له استنطق، ثم قال له أقبل فأقبل فأقبل. والرواية تقول ثم قال له، يعني الظاهر أن الله سبحانه وتعالى في البداية كلمه كلام ما مذكور في الرواية. مثلا كان قال له تستطيع أن تتكلم، تستطيع أن تفهم مثلا يعني، ثم قال له أقبل تعال إجا فأقبل، ثم قال له أدبر روح راح فأدبر. العقل ها الله يخاطبها. ثم قال الباري جل وعلا وعزتي وجلالي. لاحظوا إلا من شروط التكليف وشروط الصحة أيضا يصير ها العقل هالمقطع هذا من الرواية. وعزتي وجلالي، الله سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. لاحظوا ولا أكملتك إلا في من أحب. الإنسان اللي أحبه أخلي عقله كامل ها؟ إذا يشوف إنسان عنده طاقة عقلية كاملة لازم يعرف بأن الله يحبه. أما أو أما إني إياك آمر. إياك آمر، أنا آمر العقل اللي ما عنده قدرة عقلية أنا ما آمر، وإياك أنهى. فمعناه أن التكاليف الشرعية موجهة لمن؟ إلى أمر والنهي. إلى من موجهة؟ موجهة للعاقل. صلي إلى العاقل، صم إلى العاقل، حج إلى العاقل، خمس إلى العاقل، زكي إلى كل العاقل، هذا صل رحمك، بر أبويك، كل هذا إلى العاقل زين. واثنين وإياك أعاقب وإياك أثيب. لهذا فيه إشارة إلى الصحة هنا زين. يعني إذا مو أي إنسان يخطئ الله سبحانه وتعالى عاقبه، الله يثيب إنسان بناء على شنو؟ لأن عنده طاقة عقلية أدرك والتزم، لهذا يثيبه. يعاقب ذاك ليش؟ لأن عنده طاقة عقلية يستطيع أن يتجنب الخطأ وارتكبه. معنى ذلك إذن أن التكاليف الشرعية موجهة للعاقل لا لغيره، فغير العاقل ما موجه له تكليف شرعي. فإذا ما موجه له تكليف شرعي ما في أمر صادر بالنسبة إليه، أعماله لا تقع صحيحة أصلا ولا مجزئة. هذا أصل المطلب. إن شاء الله في البحث القادم نشوف تفاصيل هذا المطلب، المجنون مكلف أو لا، المغمى عليه. وهذه مسألة المغمى عليه مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الأحيان الإنسان يمكن ينوم في المستشفى هذا وهو بمنزلة المغمى عليه. هذا المغمى عليه هل هو مكلف بالصوم أو لا؟ إذا أفاق يجب عليه القضاء أو لا؟ يجب عليه قضاء الصلاة أو لا؟ هذا إن شاء الله يأتي الكلام عنه فيما يأتي من بحوث. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.